مساكم الله بالخير. يلا مساء الخير. يلا حيهم. الله يحييك. ابو حسام نبي سالفه الشيهانه من امس المغرب اول ما لقيتها وش هديت لها ما هديت نبي السالفه كامله. بس الله يرزقك بطيب منها ان شاء الله. 59 المغرب امس. المغرب 59 لقيناها موجع وقطينا الحمامه وضايقتنا العجبان ولم سكت الحمامه. لحالك ابو حسام؟ لحالي. والثانيه كذلك. سلام عليكم. الثالثة كذلك من الحدايد قطيت لها قمرية وعلقت بالقمرية يوم حولت عليها بينزل عليها سبحان الله وهي علقت بالربلة ها؟ وهي تفلت الربلة من الجناح يوم حولت عليها سبحان الله واليوم الله عقلها لقيناها اليوم الصبح بدري والحمد لله اللي الله عقلها ورجال اللي جونا اللي حضروا واخويانا ما قصروا بيض الله وجهه اي بالله ما قصر اللي جو كلهم متفاهمين وكلهم ساعدونا والله ناس ساعدونا حيل اي بالله اللي من عزباتنا واللي برا عزباتنا وطرحتوها بقمريه ابو حسام ها؟ اي على الطرف بعد كم حمامه هديت؟ يمكن حول ثمان حمام مقسومه يا ابو حسام مقسومه ذبحت اربع والبازي تهد عليه وتجنب عنه تبي اللي تطير يعلها متبوعة إن شاء الله لك وللجميع للجميع عساها متبوعة لكم إن شاء الله بس الله يرزقك بالبيع الطيب أبو حسام اللهم أمين الموقع وين؟ بالقيصر شرق طريف بس الله يرزقك إن شاء الله مبروك أنت مشاوي مبروك